المسؤولين عندهم فيلات تاع تابع لوزاره الدفاع يعني جنرالات والضباط الكبار ياخذوا الضباط الكبار كانوا والمسؤولين كل يعني ما ليس هو وحده كل الناس ماشي غير انا قال لي كل الناس هذه انا يعيبوا عليا اني في ديت الدار هذه اللي فيها كانت في البيار وهي دار كبيره قال لي هما داو كل يعني دينا كل مش غير انا قال لي هذه قال لي الامر بالنسبه لي انا مربوط بكيد فرنسي لانني ارتكبت ثلاث حاجات ضد فرنسا منعت فرنسا باه تمر عبر الاجواء الجزائريه الطائرات تاعها اللوجيسيه الحرب تاعها في اوزو ضد في تشاد مع ليبيا قال لي رفضت قلت لهم احنا عندنا اتفاق تاع دفاع مشترك مع ليبيا يستحيل تستخدموا اراضينا لضرب جار عندي معاه اتفاق تاع دفاع مشترك دفاع مشترك قال لي رفضت هذه وحده ولو حتى قال الحكايه تاع ماهيش سلاح وانما لوجيستيك برك قال لي قلت له نو ما يفوتوش الميليتير عبر التراب الجزائري قال لي الثانيه انني رفضت ندير نشتري من شركه تومسون الرادارات لتجهيز الجيش الجزائري بالشبكه الراداريه قال لي قلت لهم ما لازمش نحطوا البيض تاعنا في سله واحده لازم ننوعوا الرادارات تاعنا مع الفرنسيس ومع الامريكان ومع الروس باش ما نطيحوش في جهه واحده قال لي الثالثه وزير الدفاع الفرنساوي كان في السنغال حب يدخل يفوت على الجزائر قلت له ما تفوتش على تندوف طيب وهذا يعني لهذا بالنسبه له لهذا دفع الثمن هو يقول هذا طيب. قال لي قلت له ما تفوتش على تندوف لان طائره اجنبيه تفوق في تندوف وحنا عندنا مواقع عسكريه ممكن ما نعرفوش واش في الطياره تاعو اللي ممكن تتصورها طيب. ولا الان هذا خالد نزار وبدانا علي كافي علي كافي ومعرفتك به وعلى هناك قصة طريفة قصة كام ديفيد كده ثم بعد ذلك نأتي إلى قصة أخرى أكثر طرافة بين نزار وعلي كافي والويسكي والبير تفضل معرفتي بعلي كافي بدأت في لما تعينت في المساء هو جاء انتهت مهامه كسفير في الخارج وجاء ولا أمين عام تاع وزارة المجاهدين وتشاء صدف أنه جاني للمساء لأن كانت هي أكبر جريدة في ذلك الوقت باحثا عن تغطية إعلامية للنشاط تاعو لقاني موجود ما يعرفنيش باللي من جهة تاعو اكتشف باللي راني من جهة تاعو كي قلت له راني من زردازة تعجب هو من الحروش تعجب قال لي كيفاش هذا وكيف ما نعرفوش بعضنا قلت له ما هو شو الظروف فقال لي مرة من المرات عاوني في طرح مشكلة نور الدين الأتاسي اللي كان محبوس بعد ما طلقوا مانديلا كان نور الدين الأتاسي السوري ولا عنده 22 سنة في السجن قال لي ها ولا أقدم من مانديلا العرب مانديلا العرب قال لي عاوني أني كتبت أنا الحكومة الجزائرية يدخل وهذا مجاهد وكان معنا في حرب التحرير لو كان